السلام عليكم، هلا والله بالشباب. حلقة جديدة ماستر ليج، اليوم عندنا الحلقة رقم 23. قبل ما ابتدي، لايك الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات. خلينا نشوف مباشرة جدولنا لحلقة اليوم. ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، عندنا اولمبيك مارسيليا بدوري ابطال اوروبا، ويست هام بعد مباراة مهمة، هواي مباريات مهمة، برايتون، عندنا مباراة توتنهام اكيد اكيد مهمة بالنسبة لي يا شباب بالدوري، فرايبورغ. تركيزنا ان نبقى من الاربعة الاوائل ان شاء الله، واليوم ان شاء الله اريد اخذ المركز الثاني من ليستر سيتي وخلينا نفوز بمباراتنا ضدهم. فهذا ترتيب الدوري حاليا، الفارق 6 نقاط على ليفربول المتصدر. بالحلقة اللي راحت عادلنا ويا ليفربول يا شباب وسجلنا عليهم هدف خرافي، كان ممكن ناخذ 3 نقاط لكن ما كان عندنا حظ كبير. هواي شكاوي جاي تجي على مارتينيز واداء مارتينيز يا شباب، لحد الان الاداء تعبان مارتينيز، الجمهور اذا ما رادك خلاص تطلع الصراحة. فاليوم فرصتك الاخيرة او شبه الاخيرة، ممكن نعطيك بعد فرصة، بس اثبت وجودك اليوم، اثبت وجودك بهذه الحلقة، والا ريتشارلسون راح يكون هو الصفقة التالية يا شباب، ونبيع مارتينيز او حتى مبادله بريتشارلسون. فهي طاقات ريتشارلسون مثل ما تشوفون، ممكن نجيبه ونبيع مارتينيز اذا ظل الاداء مثل ما هو لمارتينيز. اوكي، ضد ليستر سيتي برانديت ما جاهز، نزل جيرسون. والله هواي لاعبين عندنا ما جاهزين، ما ادري شنو السبب. تعالوا تيتي اليتشيتش راح يلعب الشوط الاول، الشوط الثاني ينزل كافارو. فهي تشكيلتنا للشوط الاول. ماكسيمان اريده يشارك اساسي، خلي يشارك. من مباراه المتصدر الى مباراه الوصيف مباشره، فمباراتين قويه ورا بعض يا شباب. ان شاء الله ان شاء الله نطلع بالفوز يا رب، ناخذ المركز الثاني. مكتومني يلا، وبعدين مع الارتو. شباب تقولوا لي لا تسدد، بس يا شباب مثل هذه الكره تدخل جول بسهوله، صدقوني هذه لو اليتشيتش يحطها بالشباك. بس مكتومني، جيرسون عندهم ضعف بالتسديد بالارتو، حتى براندت عنده ضعف بالارتو. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة مارتينيز، الهدف الأول، نتقدم بالنتيجة. يا سلام يا مارتينيز. طبعا اليوم تركيز ألف، أريد أفوز إن شاء الله بالمباريات، أريد أخذ المركز الثاني بإذن الله يا شباب، ما أريد أضيع نقاط مثل الحلقة اللي راحت. ماكسيمال لياقته انتهت، خلي ننزل أسينسيو، رودريجو يرجع المركز، كافارو بعد خلي ينزل بدل إليتشيتش، ومكتوميني راح يطلع، ما عندنا لاعب وسط، والله مشكلة يا شباب. أوكي براندت خلي شارك. مارتينيز إلى رودريجو، يلا جول. وبعدين يا شباب لا لا لا، اوت اوت اوت، خلاص صافرت الحكم نهاية المباراة، فزنا بالمباراة الأولى على ليستر سيتي، أخذنا 3 نقاط من ملعب ليستر سيتي وهذا مهم جدا. أوكي بالمركز الثاني احنا يا شباب، فارق الأهداف بس على ليستر أو على توتنهام وليستر سيتي معا. ليفربول أتوقع خسرت خسارة ثانية يا حبيبي، وصار الفارق بيننا وبينهم 3 نقاط بس. يلا هسه مباراة مارسيليا، احنا مصدرين مجموعتنا بالأبطال، فوزنا على مارسيليا معناته ضمان الصدارة إن شاء الله، فيا رب نفوز على مارسيليا، تبقى لنا مباراة ضد فرايبورغ وخلاص. بس يا رب اللاعبين جاهزين، ليش 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 الشباب؟ يا الله امتيتي تعال انزل اساسي، كلوسترمان راح يبقى اساسي رغم انه ما جاهز، كوتي راح يشارك اساسي. بهذا الشكل راح ننزل الشوط الاول، هواي لاعبين عندنا ما جاهزين، خلي اليتشيتش يكون احتياطي بهذه المباراه. يلا سافرت البدايه شباب، 3 نقاط، لا 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 دير بالك ركز، 3 نقاط يا شباب جيبوها وخلاص، خلينا ناخذ الصداره ان شاء الله. اسينسيو يا سلام، يلا يلا مارتينيز، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مارتينيز ثاني اهدافه بالحلقه يا شباب بعد التهديد ينفجر. يلا يا مارتينيز اريد اهداف اكثر، اريدك اللاعب تكون الهداف الفريق. رودريجو رودريجو مارتينيز، يا لا لا يا مارتينيز لا، يا لا لا يا ولد يا شنو هذا شباب؟ بس خلينا نشوف قدمه، يا قدم يصوب، ليش صوبها باليسرى؟ المفروض باليمنى هذه، والله يصوب باليمنى يا شباب، هذه ليش صوبها بالقدم اليسرى ما ادري. راح انزل الميرون يلعب بدل مكتوميني اللي لياقته انتهت، وما ادري يا شباب كيف راح يلعب هذا المركز. اوكي ممكن نقدمه شويه، خلينا ننزل ماكسيمان بدل اسينسيو، وكافاني بدل مارتينيز. رودريجو يا سلام، لا يا الله والله رهيب، اسطوري رودريجو. خلاص سافرت الحكم نهايه المباراه، تنتهي يا شباب، فوزنا 1-0 على مارسيليا ونتاهل لدور ال 16، اول مره اهل الفريق لهذا الدور، انا يعني لاهلهم سبق لهم اعتقدوا تاهلوا لدور الابطال، وسبق لهم ولعبوا بدور ال 16 ما اتذكر والله، بس الدوري اخذوه سبق، نيوكاسل ماخذ الدوري اعتقد 4 مرات يا شباب، و6 مرات اعتقد ماخذين الكاس. عندهم انجازات، لكن احنا الانجازات اللي بدنا نسويها هو تحقيق دوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخهم، بس ما اتوقع بهذا الموسم، ممكن اذا صارت بهذا
هذا الموسم نختم السلسلة، إذا ما صارت ننتظر للموسم اللي بعده أو اللي بعده. أتلتيكو مدريد متعادلين ضد فرايبورغ، أو 6 نقاط لأتلتيكو مدريد 5 لمارسيليا، باقي مباراة واحدة لكل فريق. أوكي سعدنا مباراة ويست هام، رودريجو ما جاهز، سانتي ماكسيمان ما جاهز، يا الله ليش يا شباب، يلا ماكسيمان ينزل أساسي مو مشكلة، الميرون بعد ما جاهز، شنو هذا؟ الحارس أريده يرتاح بهذه المباراة، وهيرموسو بعد أريده يرتاح، خلي ننزل أم تيتي ينزل أساسي مو مشكلة عندنا، تعال عطال ارتاح، جيرسون ينزل أساسي، ونخلي مكتوميني هو اللي يرتاح بهذا اللقاء. إليتشيتش بعد الحد الآن ما استعاد لياقته بالكامل يا شباب، فراح يطلع بالشوط الثاني إن شاء الله. ماكسيمان إليتشيتش جول جول، لا 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 الحارس ما سيطر عليها صح، يلا يلا براند إليتشيتش، هذه جول هذه جول هذه جول، سم سم سم، تصويبات الارتو لإليتشيتش يا شباب عبارة سم عن حراس المرمى او على حراس المرمى. ماكسيمان روح، لياقة انتهت مع الشوط الاول، يا ماكسيمان شنو هذه اللياقة اللي عندك ليش؟ يا سلام إليتشيتش جول يا ولد، جول على ويست هام، الهدف الاول مع نهاية الشوط الاول، إليتشيتش من ينزل يسجل، وهذا الشيء رهيب ويحسب للاعب اكيد. اسينسيو اسينسيو اضرب اضرب اضرب، قنبلة، قلت لي لا صوب بي ار تو نهائيا، صوب تصويبات صاروخية، يسجل اسينسيو، عنده قدم يسرى فتاكة، وبالفعل يا شباب شوفوا تصويبته، شوفوا القنبلة اللي اطلقها، يا ولد يا ولد يا ولد، ان شاء الله نقدر نسجل بيه اهداف من بعيد باذن الله. اصعد 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 اصعد، لوتارو لا 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 حرام يا لوتارو، نزل كافاني، نزل رودريجو بعد، تيهت لياقته ماكسيمان يا شباب لانه ما جاهز. إليتشيتش بعد راح يطلع، نزل كافارو، لازم ينزل كافارو، واريد إليتشيتش يرتاح حتى يجينا جاهز بالمباريات الجايه ولياقته فل، طبعا لازمنا بدلاء ولازمنا شباب بالفريق، لازم امسك امسك امسك، 1-0 نتيجة ما تطمئن نهائيا يا شباب، خلاص سافرت الحكم نهاية المباراة، 1-0 فزنا على ويست هام، الأداء لحد الآن يا شباب مو بالإقناع الكبير، بس أريد أوصل فترة انتقالات، أريد أجيب لاعبين، راح يجونا فريق شباب إن شاء الله، لاعبين شباب راح ينضمون للنادي ونشوف الزينين ناخذهم نسحبهم. نبقى بالمركز الثاني، أوه جائزة الكرة الذهبية من نصيب ليو ميسي، من أخذ دوري أبطال أوروبا بالموسم اللي راح؟ اللي يعرف أو اللي يتذكر خليتونا بالتعليقات، مانشستر سيتي صح؟ حسب ما أتذكر مانشستر سيتي، ما أدري يا شباب كتبوا لي بالتعليقات. برايتون مركز 17 مباراتهم سكيب، بس راح نغير شوي بالتشكيله، يعني اللاعبين اللي ما جاهزين راح يكونون احتياطيين مثل حارس المرمى عطال، بعد عندنا ما جاهز راح ننزل مكانه هذا. فزنا 1-0 على برايتون فوز صعب، ليفربول يخسرون ضد ايفرتون، والله خبر مفرحنا بالصداره، لا ليفربول يبقون بالصداره بس متلقين 7 اهداف يا شباب، تذكرون ديش الحلقه كان ما داخل عليهم ولا هدف، واحنا بقينا 8 اهداف داخل علينا، يعني تقريبا احنا اقوى خط دفاع باخر اسبوعين او 3 اسابيع، فهذا انجاز كبير بالنسبه لنا، اكيد ما جاي يدخل علينا اهداف. مباراة توتنهام، اذا بهذه المباراة طلعنا بنتيجة ايجابية يكون شيء رهيب، توتنهام بالمركز الثالث، اذا فاز علينا ممكن يتصدر وممكن ياخذ المركز الثاني. المستكشف يجيب لي توليسو، ما اشوفه افضل شيء الصراحة، اريد لاعبين شوية شباب شوية لياقتهم قوية. مالكم 25 سنة ار دبليو اف، عندنا مالكم وسانشو وعندنا بعد جرين وود، قلتوا لي مصطفى اشتريه حتى لو سعره غالي، عندك فلوس انت غني، ان شاء الله راح اسوي تصويت بالمنتدى مال القناة هل نشتري جرين وود رغم سعره المرتفع او لا، فخليكم متابعين القناه والمنتدى مال القناه حتى تصوتون ونشوف رايكم نشتري جرين وود بسعر مرتفع او لا. بس للعلم اذا اجى جرين وود راح يكون على اليمين، رودريجو على اليسار، هذه هي التشكيله الاساسيه، بالمقدمه راح يكون عندنا لوتارو مارتينيز، فهجومنا يكون فتاك، خط الوسط نجيب لنا لاعب سوبر، بالمستقبل نجيب لنا مدافع سوبر، وهكذا يا شباب راح نكون فريق عباره عن سوبر، بس اهم شيء الهجوم، اذا كملنا الهجوم الفريق راح تكون عندنا القوه الضاربه وندمر الخصوم باذن الله، لان دفاعنا حلو لحد الان. بس هسه مباراه توتنهام هوتسبير، هسه المباراة المهمة من أجل إثبات أن فريق قوي. عطال ما جاهز، يا الله يلا خليك احتياطي، والله مشكلة هذه. كلوسترمان يطلع، ينزل أومتيتي أساسي، حلوة المداورة بين ثلاث قلوب الدفاع هذول يا شباب، حلوة عجبتني، خاصة أنهم ما جاهزين وجاي ينزل غيرهم فما متأثرين احنا تقريبا. ماكسيمان أريد لعبة أساسي لأن أدى مباراة خرافية المباراة الأخيرة. إليتشيتش ليش ما جاي يكون جاهز ما أدري. قوة التحمل عند إليتشيتش 74 بس يا شباب، اللاعب شوية ضعيف بدنيا الصراحة، عمره 34 سنة، أتوقع ما يطول يعني موسمين، مستحيل صعب صعب، اللاعب كبير من العمر. الملعب ثلوج يا حبيبي، يلا مباشرة صافرة البداية وإن شاء الله الفوز على توتنهام هوتسبير بإذن الله، يلا التركيز يا شباب، هدف واحد يكفي للفوز، أهم شيء ما نتلقى هدف ونظل الفريق الأقوى بخط الدفاع. دير بالك خطرة حلوة حلوة، أونانا يا سلام عليك. إليتشيتش لوتارو لوتارو، لا 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 تحتاج القوة أكثر هذه التصويبة لوتارو،
مكتوم هنا، مكتوم هنا يا الله. لا 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 يا شباب، كيف تعبرون بيناتكم بهذا الشكل؟ الهدف الأول لتوتنهام، الله يستر والله. أونانا صد للكرة الرأسية الأولى، فما علي أي تحمل هنا المدافع أومتيتي. يا أومتيتي، أومتيتي يتحمل والله. إريتشيتش، إريتشيتش، سهلة 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 سهلة، مو وضعية تصويبة. شوط أول 1-0 لتوتنهام، ما جاي نقدر نسوي أي شيء ضد توتنهام يا شباب، حتى المحاولات تقريبا نقدر نقول قليلة. يلا ماكسيما دقيقة 75 شباب، ما جاي نقدر نعبر خط الوسط أصلا ولا هم حتى، يعني مباراة محصورة. يلا يلا هسه هسه يا الله. لا بلنتي حكم، لا حرام. هاري كين، نو مرت مرت مرت. راح انزل كافاني وانزل جيرسون، وبعد يا شباب ننزل اسينسيو بدل ماكسيمان، وتكون تشكيله بهذا الشكل. يلا يا رب نسجل جول التعادل. تنتهي المباراه، خسرنا ضد توتنهام. لا والله حرام حرام هذه الخساره يا شباب الصراحه. اعتقد خسرنا حتى المركز الثاني، اكيد خسرنا المركز الثاني. ليفربول فاز، وليفربول بالصداره 34 نقطه، توتنهام 32 نقطه، واحنا نتراجع للمركز الرابع. يا الله صعبه يا شباب والله صعبه. مباراه ابطال ضد فراي بورج احنا خلاص حسبناها تقريبا، صدرنا. فراح اسوي مباراتهم سكيب، بس ننزل اللاعبين اللي جاهزين ونطلع اللي ما جاهزين. تعادلنا ضد فرايبورغ، اتلتيكو مدريد فاز على مارسيليا، معناته احنا واتلتيكو مدريد اهلنا، احنا بالصداره، اتلتيكو مدريد مركز ثاني. وهذه هي باقي مجموعات استعرضها لكم على السريع يا شباب. مثل ما تشوفون ليفربول ودع، ليفربول راح يتفرغ للدوري يا شباب، ودع من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، والله غريبه. فريق قوي، كيف ودع ما ادري، متلقي 6 اهداف بالابطال. الله الله الله، غريب ليفربول بالابطال، ما اعرف شنو صار به هذا السنه او هذا الموسم. مباراه شفيلد بالمركز 14، خلينا نلعب مباراتهم حتى نضمن الفوز. رودريجو ما جاهز، ينزل ماكسيمان. اوه التجانس صار عندنا 98، حلوه حلوه حلوه. اليتشيتش ليش ما جاي تكون جاهز باللياقه يا حبيبي؟ اوكي جيرسون تعال انزل، دائما تكون جاهز انت يا جيرسون، رهيب. كافارو جاهز فل، خلي شوط ثاني كافارو. حلوه حلوه حلوه، قلت يا سلام. لا 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 لا، راح العب قوه بهذه المباراه. يلا يا اليتشيتش، اوه شنو هذا الفاول، فاول فاول فاول، ارجع للضربه الحره يا حبيبي، ارجع للضربه الحره. شباب هذه ان شاء الله جول يا رب. لا علي يتوقع شويه، نحاول ننزلها، نزلت يا حبيبي نزلت. جول 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 يا ولد يا ولد يا ولد. إلي تشيتش والهدف الاول، 1-0 نتقدم على شفيلد. لازم لنا الثلاث نقاط، لازم لنا الثلاث نقاط. شوف يا سلام يا سلام، خلينا نركز شباب، اريد الجول الثاني، اريد نطمئن على النتيجه، اريد اهداف كثيره. جوتي، لا حرام، مكتوب هنا اضرب. يا الله انا وصلت للكره بس. لا 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 لا، اونانا حلوه يا اونانا. شباب شباب يعني مو التعادل شباب. يا الله الله يستر الله يستر الله يستر، الحمد لله اوت. تعال رودريجو انزل، وتعال كافاني اريدك تشارك. الحمد لله اوت 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 يا شباب، سجل هدف ثاني رجاء. طلعت لي تشيش، نزلت كافارو. مشكله كافاني مو هو كافاني يا حبيبي، كافاني كبير. يلا رودريجو، يا سلام، العب 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 الكافاني. لا 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 حرام، كافاني اداء لحد الان ما جاي يقنعني يا شباب، وحقه يعني اللاعب كبير بالعمر. يلا رودريجو، باقي دقيقه يا شباب، بنحاول نصمد بها ونطلع بالثلاث نقاط، حتى لو فارق هدف ما يخالف، اهم شيء نطلع بالثلاث نقاط. صفر، لا 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 لا، بعد دقيقه. كافارو خطأ تكتيكي، خلاص سافرت الحكم. حلو يا حكم، نهاية المباراة 1-0 بعد، فزنا على شفيلد، بقينا يا شباب المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الآن. نصعد للمركز الثالث، تشيلسي يتراجعون مع توتنهام، يتراجعون ليفربول بعدهم بالصدارة، بس الفارق مو كبير، ومثل ما تشوفون احنا مسجلين 21 هدف، مو أقوى خط هجوم بس دفاعنا الصلب. مباراة استون فيلا بيوم 23 ديسمبر. أوه ريتشارلسون راح يا شباب من المستكشف للأسف، خلاص ما نقدر نتعاقد مع ريتشارلسون. محمد صلاح 30 سنة، كبير يا محمد والله. انا اريد لي لاعب شاب الصراحه، ما اريد لاعبين كبار، يعني اريد 25 26، ما يتجاوز هذا العمر نهائيا. اضافه الى سعر صلاح يا شباب 30 سنه، سعره 89 مليون، مرتفع جرينوود افضل اكيد، 21 سنه، عمر قليل، ينطيك سنوات اكثر، وسعره اتوقع ارخص من هذا السعر. حتى الراتب هنا عالي جدا، اتوقع راح يوصل 12 مليون راتب صلاح، فما اقدر، الافضل لي جرينوود. يلا مباراه استون فيلا، وخلينا نشوف بس تشكيلتنا. كلوسترمان ما جاهز، اومتيتي دائما جاي يكون جاهز، هو حاليا المدافع الافضل بالنسبه لي، بس جاب العيد بالمباراة ضد توتنهام الصراحة. اسعد اسعد اليتشيتش، العب له، يا سلام. الله 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 الله، الحارس رودريجو، رودريجو حصل يا رودريجو. يلا يا سلام، روح روح روح، ادخل 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 ادخل. اللاعب سريع رهيب،
لا والله بعدين مع هذه الكرات رودريجو وليش نهائك ضعيف؟ اسينسيو يا سلام عطال، يلا هي مارتينيز جول. لا 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 يا شباب، لا حلو 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خلصنا هيرموسو وخلاص شوط اول 0-0 ما قدرنا نسجل. اريتشيتش روح يا سلام، يلا محاولات كثيرة المشكلة، ما جاي نقدر نسجل، حرام. براندت يلا يا سينسيو يا سلام، يا ولدي يا حبيبي ايه، خلاص الهدف الاول تقدمنا بالدقيقة 56 عن طريق سينسيو. بتشوفوا تمريرة إليتشيتش لبراندت يا شباب، شوف يا سلام براندت يتأنى خلى سينسيو يتمركز صح، والتصويبة بالشباك دخلت جول. هالساعدني يا شباب طموح تسجيل هدف ثاني، عقدة الهدف الثاني، ليش ما جاي نقدر نسجل هدفين بمباراة واحدة ما ادري. مارتينيز مارتينيز يا سلام على التصويبة قوية، لكن القائم والله هذه التصويبة يا شباب أريد أعيدها، قليل ما أعيد التصويبات اللي ما تدخل أهداف. شو 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 أهله ضربة بالحارس راجع داخل الجول، خطرة خطرة، أوت أوت أوت. بنزل الميرون، نزلت جيرسون، كافاني أكيد يا شباب. الميرون إليتشيتش جول جول، سهلة بهالشكل يا إليتشيتش، ليش؟ الله يستر الله يستر الله يستر. ام تيتي ام تيتي ام تيتي ام تيتي، جيبها خلاص، صفر حكم يا حكم. الحمد لله نهاية المباراة يا شباب 1-0 فزنا واخذنا 3 نقاط، نصعد للمركز الثاني. حلو حلو حلو، تشيلسي يتراجعون، ليستر يتراجعون، اليونايتد يصعدون، وتوتنهام بعد يصعدون، لكن احنا نبقى بالمركز الثاني حاليا يا شباب، فرق نقطتين على توتنهام و3 نقاط على ليفربول المتصدر. ما بقى شيء على فترة الانتقالات، عندنا مباراة ضد اليونايتد، الله يستر. راح انزل بهذه التشكيلة يا شباب، والحمد لله كلهم جاهزين، ويا رب نضرب اليونايتد بنتيجة قوية او حتى الفوز، يعني اهم شيء الفوز. بس شوفوا تشكيلة اليونايتد، ترى تشكيلة قوية وصعبة. الاولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد، يلا مباشرة بسم الله صافرة البداية وخلي نفوز بإذن الله. تصويبة سهلة سهلة بيد أونانا، لا 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 تقول بلنتي حكم، الحمد لله أوفسايد يا شباب، والله ظنيتها بلنتي. لا يا سلام يا اونانا يا ولد يا رهيب، راح تروح الى ضربة ركنية بالفعل الدقيقة 39، ما عندنا فرصة خطرة، بس جاي نوصل يا شباب، بس ما جاي نصوب. ابعد خلص، الله 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 الله، يلا العب روح إليتشيتش، شباب صعدوا صعدوا يا شباب. ما اتوقع يقدر، ما اتوقع يقدر، ما اتوقع، مستحيل 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 مستحيل. الحمد لله الحمد لله ضيعها فان دي بيك يا شباب. شوط اول 0-0، ما عندنا فرص خطرة، سيطرة لليونايتد من ناحية الفرص يا شباب. رودريجو رودريجو يهرب، اهرب ادخل يا رودريجو، يلا يا سلام شباب شباب شباب، جول يا سلام مارتينيز لوتارو بالمباراة المهمة، وانا اريدك تظهر بهذه المباريات يا لوتارو يا مارتينيز. شوف توغل رودريجو دخل الى منطقة الجزاء ومرر دربك، صارت وصلت الى لوتارو دخلت للشباك، حلو 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 الهدف، يلا يا رب نحافظ عليه من اول فرصة سجلنا. حلو روح رودريجو رودريجو، عذبهم جننهم يا سلام، يعجبني اللاعب اللي يظهر بالمباريات الكبيرة. لو تارو ادخل شوية، المفروض تفهمها يا لو تارو، كان هدف ثاني كان اطمئنينا على النتيجة. خلص ابعد، الله 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 يستر الله يستر الله يستر، حلوة بقبل، الحمد لله ما صوب. روح اسينسيو انطلق يا اسينسيو، لو تارو وياك العب لو تارو، لا سيئة 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 شباب، تفاهموا بيناتكم، راح اسوي تغييرين او 3 تغييرات ممكن. عطال روح ادخل 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 العمق ادخل العمق ادخل العمق، يلا 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 يلا، حرام والله عطال كان قريب من تسجيل هدف تاريخي. إليتشيتش لو تارو رودريجو جول،
الله 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 يا سلام، خلاص نهى المباراة. رودريجو الله 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 والله يا شباب اسطوري خرافي. لو تارو مارتينيز نطى اسيست ظهروا اثنيناتهم هذه المباراة المهمة، 3 نقاط على اليونايتد مهمة مهمة مهمة. شوف لو تارو الى رودريجو والتصويبة جول يا رهيب يا اسطوري. بعد المباراة بات صعوبة ان شاء الله، خلنا ننزل كافاني وننزل ماكسيمان وننزل جيرسون. خلاص سافرت الحكم نهاية المباراة، فوز 2-0 بالأولد ترافورد على ملعب مانشستر يونايتد، فوز مهم يا شباب من أجل البقاء بالمراكز المؤهلة ومن أجل البقاء بالمقدمة. فريقنا هذا الموسم أقوى وهذا الشيء جاي نحس به وشيء موجود على أرض الملعب، خاصة وصدرنا مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا. طبعا ما عرفنا يوم راح نلعب، هسه راح نعرف إن شاء الله بعد ما نثبت الصعوبة. مثل ما تشوفون وين ليفربول، بس وين ليفربول يا ولد؟ ليفربول فازت على تشيلسي. طبعا انا قلتشت ونسيت انه انا بدي اثبت الصعوبه، فخلي نروح نثبت الصعوبه يا شباب، ما راح اقطع الصوره ان شاء الله، فالسكته هاي راح تظل عندكم. اوكي ليفربول بالصداره تبقى، احنا نبقى بالمركز الثاني. هسه مباشره نثبت الصعوبه، وبعد اثبات الصعوبه نشوف خصومنا بدور ال 16 بالابطال، افضل لاعب في اسيا ما يهمنا هذا الجائزه اصلا يا شباب، بس خلينا نشوف منو اللاعب الافضل. تاليسكا ما مهمة بالنسبة لي الصراحة. أوكي مباشرة نجي إلى الإعدادات العامة، مثل ما تشوفون الصعوبة أسطورة والوقت 7 دقائق. جاي عرض الحارس المرمى ب9 مليون، ما راح أسوي شيء لهذا العرض لأن ممكن أشتري حارس وممكن لا. والله حلو حارسنا، ليش أشتري حارس؟ ما بيع لا ما بيع. خلينا نشوف خصمنا بدوري أبطال أوروبا بدور ال16 مرحلة التصفية. مثل ما تشوفون راح نلعب ضد باير ليفركوزن، والله دور الثمانية قريب يا شباب، ممكن نوصل الدور الثمانية يا رب، إن شاء الله إن شاء الله نوصل الدور الثمانية. شو تقولون نقدر؟ يا رب نقدر. الموسم الأول ما كنا نلعب الأبطال، الموسم الثاني وصلنا الأبطال وخرجنا من المجموعات، الموسم الثالث اللي هو هذا وصلنا يا شباب لدور ال16، والخصم دور ال16 إن شاء الله مقدور له. يا رب نقدر نعبر ليفركوزن حتى نوصل لدور ثمن النهائي أو ربع النهائي. عندك مباراة قوية، السيتي ضد أتلتيكو مدريد، برشلونة ضد اليوفي، ريال مدريد ضد توتنهام، كلها مباريات قوية هذه يا شباب. هداف الأبطال حاليا ديلي ألي 6، مارتينيز عنده 3 أهداف. هداف الدوري الإنجليزي إليتشيتش 13 هدف، هاري كين عنده 13، والله حلو يا إليتشيتش. الحلقة الجاية إن شاء الله نلعب مباراة كريستال بالاس أو نسوي لها سكيب وندخل مباشرة فترة انتقالات. فرأيكم أي لاعب نجيب، أي لاعب نبيع؟ عندنا 140 مليون ميزانية راتب، رأيكم مهم يا شباب، كتبوا لي آراء يعني معقولة وممكن يجون اللاعبين لنيوكاسل كاسم نيوكاسل، فهذا الشيء لطلب من عندكم التركيز على هذا الشيء والرواتب بعد رواتب اللاعبين. شكرا للمشاهدة، في أمان الله.